طيب القضية بقى التانية اللي الناس اهتمت بيها على مواقع التواصل الاجتماعي جدا هي محمد صلاح، وضع محمد صلاح والجدل الكبير حوالين أداء محمد صلاح، وهل محمد صلاح مع المنتخب المصري وضعه أحسن ولا محمد صلاح مع ليفربول هو بيؤدي بشكل مختلف تماما. مجموعة من التعليقات والتصريحات، ناس بتنتقد صلاح وناس بتدعم محمد صلاح. اللي بينتقدوا محمد صلاح بيقول لك الراجل ده ما كانش عايز يلعب مع المنتخب وكان بيتلكك وبيحافظ على نفسه وخايف على نفسه من الإصابة. الناس التانية بتقول إنه لا يا جماعة، محمد صلاح هو لاعب محترف وهو لاعب يعني الدليل إنجازاته والدليل أرقامه اللي عملها في ليفربول وعملها على مستوى أوروبا. تعالوا نستعرض كده سريعا بعض من التعليقات. حد بيقول إنه محمد صلاح هو أو ما تعلقوش خيبة روي فيتوريا المدير الفني المنتخب على أكتاف محمد صلاح، كل واحد يشيل شيلته. ده واحد من التعليقات. التعليق الآخر إنه هو أهم لاعب مصري محترف ومحقق إنجازات مع الليفر، إنما مش أهم لاعب في منتخب مصر ولا هو محقق 3 بطولات أمم مع المنتخب. طيب التعليق اللي بعده بقى حد بيقولك ما خلاص يعني ارتحنا، بس اللي يقولك أرقامه قول له ان الارقام دي اتصنعت في المواجهات الضعيفه. تعليق اخر بعده بيقول انه هو محمد صلاح ده اهم لاعب بقى لنفسه، وده شيء يستحق الاعجاب لكن ليس اهم لاعب للمنتخب. يرد حد يقول تعليق برضه مهم انه للاسف هذا هو الحال، احيانا اشعر انه اعداء النجاح اكتر من الناجحين. عندنا برضه راي بصراحه مهم وبيطرق على حته مهمه جدا، انه محمد صلاح هو أعظم لاعب مصري في التاريخ وما حققه في أوروبا لن يكرره أي لاعب مصري حتى قيام الساعة. طيب حد كمان بيقول محمد صلاح خسارة عندكم، محمد صلاح خسارة عندكم. وتعليق بقى بالإنجليزي عايز أقول لكم أنه تعليقات المشجعين الإنجليز في حد ذاتها محتاجة نقف عندها كتير. فرق شاسع بين الطريقة اللي احنا بنبص بيها لمحمد صلاح ونوعية الجدل اللي قايم على محمد صلاح والطريقة اللي بيتكلم بيها المشجعين الإنجليزي عن محمد صلاح. واحد بيقولك إنه محمد صلاح أكيد دلوقتي استقبل 100 ميست كول من يورجن كلوب. حد تاني بيقولك لو صلاح يعني لو إصابة صلاح هي كبيرة معنى كده إن إحنا في مشكلة كبيرة جدا، إحنا we are in trouble في ليفربول. ده هم دلوقتي يعني مشجعين الإنجليز بيلطموا على وشهم وحاسين الموسم كله اتضرب. حد تاني بيقول انه صلاح اصيب، we have unbelievably bad luck، عندنا سوء حظ غير عادي. حد تاني برضه من المشجعين الانجليز بيقول انه صلاح hamstring season is over، انتهى الموسم خلاص بعد الاصابه دي.